معي عبر الهاتف من أبو ظبي محمد أبو عساكر الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا عام جديد من الإحصائيات سيد محمد، هل ممكن أن نختصر هذا العام بالقليل من الجهود؟ مساء الخير ميسون لك ولجميع المشاهدين. نعم، للأسف هذا هو عام جديد وأرقام قياسية جديدة نشهدها اليوم مع وجود أكثر من 65 مليون طفل وامرأة ورجل وعجوز أجبروا على ترك منازلهم قسرا لأنهم خرجوا يبحثوا عن الحياة وعن الأمل. للأسف أنه هذا يعني يضع تحدي كبير أمام المفوضية والمجتمع الدولي. أننا أمام يعني كارثة على المستوى تحقيق السلام في العالم. هذا الشاهد الحقيقي أن كل الأزمات الإنسانية السبب الرئيسي في معظم هذه الأزمات هي الصراعات المسلحة والنزاعات المسلحة، وهذا يضع تحت يعني مسؤولية كبيرة أننا أمام معضلة بحاجة إلى دعم دولي ومزيد من الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في المنطقة والعالم بشكل عام. كل هذه عادة هذه الكوارث كوارث بهذا الحجم بطبيعة الحال تكون مرتبطة بصراعات بين الدول، صراعات سياسية بغض النظر، ولكن بغض النظر عن العوامل صحيح سيد محمد، ولكن أنتم تتعاملون مع حصيلة هذه الصراعات عن المأساة الإنسانية. يزداد الموضوع، تزداد المعاناة، يعني لا نتحدث عن إنجازات، ليس الموضوع عدم وجود إنجازات، ولكن نتحدث عن زيادة أيضا. في زيادة كان هذا العام بالنزوح داخل العراق، السوريون طبعا يشكلون اليوم أكبر عدد من اللاجئين بالعالم. نعم، هذا يضع، هذا معناته بشكل واضح وصريح أن التحديات أمام المفوضية وشركائها تزداد يوما بعد يوم، لأن ما كان لدى هؤلاء الأشخاص قد نهض بالكامل، وهم أصبحوا بحاجة إلى كل شيء. إذا كنا نتحدث على تمويل، نعم هناك تمويل وهناك أموال تأتي من الحكومات، ولكن هل هذه الأموال كافية للاحتياجات المتزايدة لدى اللاجئين؟ بالتأكيد لا، الاحتياجات تزيد يوما بعد يوم لأن ما كان لديهم قد نهض بالكامل. نحن أمام تحدي كبير، المساعدات التي تقدمها المفوضية ليست بحل. الحل يبقى دائما حلا سياسيا ينهي جذور المشكلة. صحيح، ولكن هذه حلول على الأقل أو تعاطي مؤقت مساند إنسانيا للمدنيين بخضم الأزمات تأكيد. يعني قبل الوصول إلى حلول. بكل تأكيد هذا ما نفعله مع شركائنا من أجل ضمد الجراح لهؤلاء الأشخاص الذين خرجوا يعني ويعني يكونوا لديهم نزيف من الألم في تخطي المشكلة إلى حين أن تتم معالجة وحل قضاياهم على مستوى السياسي، وهذا يضع تحدي ومسؤولية الآن. طيب، والتحدي الأكبر والخطر الأكبر اليوم ربما كما يحكى بأنه غير عام 2017 لا توجد مؤشرات تطمئن فيما يتعلق بالوضع عام 2018. نحن دائما متفائلون أن تكون العام القادم عاما أفضل، ونأمل أن يأتي يوم اللاجئين العام القادم وقد يعني انخفضت أعداد اللجوء والنزوح في مختلف أنحاء العالم وقد حل السلام في بعض الدول. هل من مؤشرات لذلك؟ طبعا الكل يأمل. والله أكبر ناقوس خطر يدق الآن هو الأعداد غير المسبوقة. الآن المجتمع الدولي أمام تحديات حقيقية وعليه أن يتحمل مسؤوليات تجاه الأزمات والصراعات في العالم. عليهم أن يمارسوا ضغوطا كافية على الأشخاص المتنازعين من أجل إحلال السلام. نعم، وإنهاء معاناة هؤلاء الأشخاص، لأن دائما المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر. شكرا لك محمد أبو عساكر ناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية.